النهاردة ان شاء الله هنعمل سموذي، انا مسمياه يعني سموذي الاحمر عشان كل حاجة بنستخدمها تقريبا فيها لونها احمر. هنستخدم رمان وتفاح احمر وفراولة والمفروض بلح احمر، بس اليومين دول مفيش بلح احمر فاستخدمت تمر. وهنستخدم البليلة باللبن، ممكن تشوفوا الفيديو بتاع البليلة انا عاملاه برضو، البليلة باللبن وعسل أبيض وليمونة وموارد. فده تكوينات السموذي الأحمر اللي هي الرمان والتفاح والفراولة وبلح أحمر، أو لو ما عندكيش يبقى تمر، والبليلة وعسل أبيض وليمون وموارد. أول حاجة هنعملها بعد طبعا ما كنا يعني سخنا البليلة، غسلنا التفاح كويس قوي في مية عميقة جارية، وبعد كده قطعناه. هنسيبه يغلي في البليلة حاجة بتاعت 3 دقايق بالعدد. فأول ما يبدأ يغلي يعني هعد 3 دقايق واطفي عليه. دلوقتي حطيت التفاح الأحمر يا حبايبي يغلي مع البليلة، وهو فعلا غلى غلوة واحدة بقى وطفيت عليه عشان يبرد براحته وعشان التفاح ما يغليش اكتر من اللازم فيفقد قيمته الغذائية. هو يدوب بيغلي غلوة كده واروح طافي عليه. هسيبه بقى يبرد براحته جوه البليلة، وفي نفس الوقت هنكون بقى ايه، احنا غسلنا الرمان وفصصناه وغسلنا الفراولة وشلنا منها الاخضر وغسلنا البلح الاحمر، لو عندك اغسليه وشيلي منه البذرة، لو ما عندكيش يبقى التمر على طول ايه شيلي منه البذرة. طيب، وهنحط ده في الخلاط ومعاه عسل ابيض وهنعصر عليه ليمونة، بس هنستنى بقى لما التفاح يبرد بالبليلة وبعد كده ايه نحطهم عليه. احنا هنا حطينا كل الحاجات اللي فصصناها في الخلاط يا حبايبي، الفراولة والرمان والتمر، وحطينا عليهم عسل ابيض وليمون وموارد، ومنتظرين بقى دلوقتي ايه التفاح اللي احنا غادينه في البليلة دي غلوة يبرد خالص. اول ما يبرد هنحطه عليهم ونضربهم في الخلاط. طبعا السموزي ده مهم جدا 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 في علاج الانيميا، في علاج حالات الانيميا، لانه كله حديد، فان شاء الله بالشفاء. كده دلوقتي خلاص يا حبايبي التفاح اللي بالبليلة ده برد، وحطيته بقى على بقية الحاجات اللي هي الفراولة والرمان والتمر والعسل الأبيض والليمون والموارد، وهبدأ بقى أضربهم في الخلاط. دلوقتي اهو السموذي خلص بعد ما اتضرب في الخلاط يا حبايبي. طبعا بيبقى تخين، مش رفيع زي العصير، لا بيبقى تخين. وحاجة مهمة جدا ان احنا لما نخلص السموزي او اي عصير لازم بنحطه في ازايز، ازاز نظيفة وناشفة. فانا قلباهم كده على التيشو بتاع المطبخ عشان انشفهم، وهم نضاف جدا وازاز مش بلاستيك. كده خلص السموزي يا حبايبي، وزي ما قلتلكم نملاه في ازايز، ازاز مش بلاستيك، ونحطه في التلاجة. ودايما لما نملأ عصير او سموزي ما نملهوش لاخر الازازة، لا لازم نبقى سايبين حتة كده قد الصباع علشان يعني الغطا ما يتوسخش مننا وبعد كده يرجع يعني يبقى مش لطيف يعني يعفن او حاجة. فاحنا دايما نبقى سايبين صباع. واذا كان مثلا السموزي دافي مش بارد، نستنى لما يبرد وبعد كده نحطه في التلاجة. فهو يعني دافي فانا هستنى لما يبرد وبعدين اغطيه واحطه في التلاجة. وبالهنا والشفا. لو عجبكم السموذي بتاع علاج الانيميا الاحمر اعملوا لايك وشير للفيديو، واعملوا اهم حاجة لو سمحتوا سبسكرايب للقناة. اطبخوا صحي مع الدكتور.